الموزع الكبير أمير محروس من أكبر الموزعين في مصر والوطن العربي، كان لينا لقاء مهم جدا معاه، هنعرف منه يعني إيه التوزيع الموسيقي وإيه المدارس المختلفة في التوزيع. التوزيع الموسيقي هو عبارة عن البرواز اللي بنحط فيه الصورة، بيبقى فيه كلمة بتتألف، الشاعر بيألفها، بيفتكرها، بيفكر فيها، بيجي بعد كده الملحن بياخد الكلمات يلحنها، يطلع بيها ميلودي، ياخد الكلمات ديت ويروح مغنيها، هو ده اللحن، بياخد الكلمات ويغنيها وده بيتسمى اللحن، بس من غير اي ميوزك حوالين منه. بعد كده بتيجي مرحلة التوزيع. مرحلة التوزيع هي ان انت بتقدر تحدد حوالين الميلودي دوت، الميلودي دوت الريتم بتاعه بيبقى عامل ازاي، الجروف بتاعه بيبقى عامل ازاي، شكل الريتم بتاع الاغنيه اذا جوه العربي، يعني اذا كان هيبقى ريتم مقسوم، ريتم ملفوف، ريتم صعيدي، بتشوف الشكل المناسب هيكون ليه. طبعا بيكون 50% جاي من روح اللحن، إلا لو الملحن مش شايف إن في رؤية تانية ممكن تحصل لريتم الأغنية غير اللي هو جاي بيها، فأنت بيفاجئ إنك أنت وجدت له فكرة تانية هي مش موجودة جوه اللحن في الريتم. بعد كده هو بتبقى في هارموني موجود جوه التوزيع، هارموني ده هو الكوردات، النغمات بتاعة الهارموني اللي موجودة حوالين الميلودي اللي بتخليك تسمع جملة الميلودي، جملة اللحنية تسمعها حلوة، تسمعها أحلى مما كانت عليه، وبيخليك تسمع المطرب مغني غنى مظبوط أكتر. ممكن الهارموني يخليك تسمع المطرب مش كويس، ممكن يخلي المطرب ما يغنيش كويس، ممكن يخلي المطرب يغني كويس. أنا أعتبر ملحن شريك جوه اللحن، زي حاجات كتيرة جدا، زي مثلا صبري قليل، شيرين صبري قليل، أنا لا جاي أقول لك، زي مثلا بهاء سلطان، الواد قلبه بيوجعه مثلا، زي تامر حسني، قرب حبيبي اللي هي كانت معمولة بالسمسمية، زي مثلا عينيك كدابين بتاعت نوال الزغبي، حاجات كتيره يعني لو في وقت ممكن اقدر احاول اجمع لك كميه الحاجات اللي انا عملتها توزيع. يعني وارد ان يكون اللحن ضعيف شويه وان انت توجد له افكار موسيقيه تخلي اللحن دوت بدل ما هو كان جاي بنسبة مثلا نقول 60% 70%، ممكن تلاقيه نط بقى 90% مثلا، بقى 100%، بس بنتحايل، ده اسمه تحايل، يعني خلينا صراحة، يعني الشيء الحلو لازم يبقى حلو من أوله، الشيء الحلو لازم يكون حلو من أوله، لازم من أوله يكون في روح وفي حاجة حلوة عشان يكمل، يبقى في إبهار، لازم يبقى هو من البداية هو حلو، لازم الجملة اللحنية تكون حلوة عشان تقدر تعمل توزيع أحلى حوالين منها، حوالين الجملة، حوالين الميلودي، وبالتالي الجملة الأغنية كلها بتبقى حلوة قوي، يعني مش بتتحايل بيها على الناس. وعادة يعني الأغاني اللي بتبقى بالمنظر دوت لما بتبقى الجملة اللحنية ضعيفة والتوزيع بيشد حيله شوية أو الموزع بيشد حيله شوية عشان يرفع من مستوى اللحن، الأغنية بتنزل، الناس بتاخد عنها فكرة وبتتسمع، بس ما ده ما بيكونش طويل، ما ده بيكون قصير. 2004 مثلا عملت عينيك كدابين، لو انا جيت دلوقتي عملت لك اغنيه عينيك كدابين وانت سمعتها هتقول لي ايه؟ دلوقتي في 2018 بتقعد تقول على عيني حبيبي عيونك تقابل عيني، هو لو حد عمل كده دلوقتي الناس مش هتسمعه، يعني خلاص دلوقتي ما بقتش لغه العيون دي، يعني اللي بيتكلم في لغه العيون دلوقتي بيتحبس يعني. لازم نكون واقعيين، يعني لازم نكون واقعيين، ولازم الحاجة تكون حلوة من أولها عشان تخلص حلوة قوي، إنما عايزها حلوة كده ما بيننا وبين بعضنا كده ونعديها أوكي مفيش مشكلة نعمل كده، بس مش هتستمر، ما تسألنيش على إن الأغنية ما استمرتش ليه،
يعني ظهرت لمدة شهر وبعدين اختفت عشان هي مش حلوة. الفن نفسه هو الموضة، يعني الفن هو صنع الموضة. الأزياء موضة، التمثيل موضة، المزيكا موضة، الرسم موضة، بس في موضة تطلع يبقى عمرها قصير، وفي موضة تطلع تبقى عمرها طويل جدا. يعني أنجح الموضات اللي عدت مثلا في حياتنا مثلا ممكن تكون في الفن، ممكن تكون السبعينات مثلا، من بس مش في كل حاجة برضه. يعني أفشل أنواع التمثيل كانت في السبعينات، وأكتر أنواع التجارة في الأفلام كانت في السبعينات. إنما في المزيكا هتيجي تلاقي إبداعات مش طبيعية حصلت لناس كتيرة، لوردة، لشادية، لقديس المزيكا طبعاً بليغ حمدي، أنا بطلق عليه قديس المزيكا طبعاً. يعني في حاجات كده مش طبيعية، بس هي موضة، هي المزيكا موضة، ما أقدرش أستمر على نوع معين من المزيكا، وخصوصاً دلوقتي مع التكنولوجي ومع التطور اللي احنا بقينا فيه ده دلوقتي، بقت سريعة شوية، بقت سريعة، ما تقدرش تستمر على حاجة معينة، ما تقدرش تستمر على شكل معين من الميوزك أو من الألحان أو من الكلمات. التطور دلوقتي بقى غير طبيعي، بقى رهيب. يعني هو اللي بيخليك شاطر إيه؟ إن أنت تسمع الآخرين مش تسمع نفسك، وتسمع الآخرين المتفوقين مش الآخرين اللي هما في نفس الصف بتاعك. يعني لو هتبص على اللي في نفس الصف بتاعك مش هتطلع لقدام، فانت لازم تبص على الناس اللي قدام عشان تبقى يعني تاخد كده نفحة منهم كده، وتقدر تحلل هم بيعملوا ايه، هم وصلوا لفين، هو بيفكر كده ازاي دلوقتي. طب اللي انا بسمعه دلوقتي في الاغنية الغرب الجديدة ديت، اقدر ازاي اخد منه جزء اجيبه جوه الاغنية المصري بتاعتي؟ اقدر ايه اللي ينفعني جوه الاغنية المصري وايه اللي ما ينفعنيش جوه الاغنية المصري؟ ما ينفعش اسمع اغنيه غرب جديده اخدها زي ما هي كده برمتها اروح حاططها جوه اغنيه مصري ويبقى كوبي بيست. ولسه مكملين لقائنا المميز جدا مع الموزع امير محروس، ودلوقتي هنعرف منه ايه اسرار نجاح الديفا سميره سعيد. بين الفتره الاخيره ديت كان في حاجات انجزتها كانت حلوه، كانت من اول 2018، كان اول 2018 كان في اغنيه لجروب، أغنية اسمها اضحك انت، كان حميد الشعري، وكان معاه نغم ساندرا، مصطفى شوقي، محمد نبيل. طبعا الجروب ده كله بتاع فري ميوزيك، يعني فري ميكس للاستاذ نصر محروس، هو كلماته. وكنا عاملين أغنية حلوة جدا، يعني أغنية كده تفاؤلية جدا، كانت نزلت أول السنة. ومؤخرا دلوقتي في ألبوم تامر حسني اللي هو عيش بشوقك، والأغنية السنجل بتاعت سميرة سعيد اللي هي سوبرمان. سميرة سعيد فنانة مش عادية خالص بجد، يعني أنا بعشق أسمع سميرة سعيد، بحب أسمعها. هي عندها فكرة بتدور في الدماغ، عايزة توديها للناس، عايزة تقولها للناس، مش مجرد ان هي بتسمع اغنية معروضة عليها ودي هتأكلني عيش وهتشغلني ولا مش هتشغلني. سميرة سعيد في حتة تانية خالص، سميرة سعيد في حتة ان هي ممكن بتفكر ازاي اكمل تاريخي، ازاي اعمل تاريخ. والفنانين اللي بيفكروا في التاريخ يتعدوا على الصوابع، مش كتار، قليلين جدا. سميرة سعيد من النوعية ديت. سميرة سعيد اولا عصرة القديس بليغ حمدي، واحنا لغايه دلوقتي مستمرين معاها، فما بالك بقى انت ممكن تكون بتتعلم قد ايه من سميره سعيد وانت شغال معاها، او بتنبسط قد ايه وانت شغال معاها، او بتخليك توصل لمرحله ابداع ونضوج هي اساسا مش موجوده عندك، انت بتزودها وهي موجوده معاك. اخر حاجه اشتغلنا فيها كانت هي اغنيه سوبرمان، و كان عندها فكرة ان هي عايز تقدمها في الاغنية، بتتكلم فيها عن ما قبل وما بعد في الجواز، الزوج قبل الجواز بيعمل ازاي وبعد الجواز بيعمل ازاي. فهي بتحب المناغشات دي، ومش هتنزل بالسهل كده، يعني عمر ما سميرة بتنزل لها تراك او بينزل لها عمل يبقى عادي، يعني مش هينفع تقول عليه عادي، هو حاجة من الاتنين، يا هتحبه قوي
وتقول الله ايه الابهار اللي هي عاملاه دوت، ايه اللي هي عاملاه ده مش عاجبني، يعني هي ما فيش بين البنين. يعني انا بقالي 18 سنه بشتغل مع سميره سعيد، انا ولا مره من 18 سنه حسيت ان سميره سعيد عملت حاجه كمالت عدد ونزلت وخلاص، يعني مش فاكر حاجه زي كده بصراحه، ما اتذكرش حاجه زي كده. ما فيش مطرب في الدنيا ما بيحبش التطور، صعب يعني. اي مطرب هتيجي تقول له ايه رايك ما تيجي عايزين نوصل لفكره اغنيه جديده، ما فيش واحد مش هيقول لك يا ريت، كل الناس بلا استثناء هتسمعهم بيقول لك يا ريت. بس انا ممكن اقول لك يا ريت، بس مش هيبقى عندي الجرأة ان امشي معاك المشوار. وفي واحد تاني يقول لك يا ريت وعنده استعداد انه يمشي معاك المشوار وكمان يرشدك لحاجه لفكره جديده. سميره الحسابات عندها حاجه تانية. انا هقول لك على حاجه، سميره سعيد هي المطربه الوحيده لغايه النهارده ممكن تعدي عليها في اي لحظه في البيت تلاقي معاها الترينر بتاعها مثلا في البيت بتمرنها، بتاخد مثلا سيشن سولفيج مثلا، بتتمرن صوتها. فاللي يبقى عنده الاتيتيود ده وعنده التالنت دي، التفكير ده، لازم يبقى من عنده فكره ان هو يقعد كل يوم بيسمع ايه الجديد اللي نازل، ايه الجديد اللي نازل من الغرب مثلا، من الاجنبي مثلا، ايه اللي نازل من امريكا، ايه اللي بيحصل في اوروبا، ايه اللي بيحصل في الوطن العربي، ايه اللي بيحصل في شمال افريقيا. اي حاجه بتنزل جديده حلوه هي بتلاقيها سمعها وواخده فكره عنها، وبتشوف هل هي لو راحت للطريق دوت او للسكه ديت او للفكر دوت ممكن يكون مناسب معاها ولا لا. بس زي ما قلت لك، هي سميره مش بتشتري اغنيه، سميره ما بتشتريش اغنيه، سميره طول عمرها بتصنع الاغنيه اللي هي بتغنيها. ده الفرق ما بين سميره وما بين مطربين كتير جدا 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 موجودين في الساحه. سميره بتصنع الاغنيه اللي هي بتغنيها، مش بتشتري الاغنيه اللي هي بتغنيها. ولسه مكملين لقائنا المميز جدا مع الموزع امير محروس، وطبعا هو تعاون اكتر من مره مع النجم تامر حسني. هنعرف منه ايه سر نجاح تامر حسني، وكمان هيقولنا حاجه مهمه جدا عن المصارعه، يا ترى هي ايه؟ حالا هنعرف مع بعض. تامر بصراحه من الشباب اللي يعني الواحد يفتخر بيهم. اي فنان في الدنيا عنده جزء حلو في شخصيته وجزء صعب في شخصيته، بس تامر من الشخصيات اللي هو حتى لو عنده جزء صعب تتحمله عشان خاطر هو مجتهد. هو في افيه كده ما بيننا انا وهو، ده تامر يعني. تامر اول ما دخل الاستوديو كان الحمد لله على ايدي، ففي افيه كده داير ما بيننا، حلبه المصارعه. فاحنا مسميين الاوضه بتاعه الريكوردنج اللي هو بيحط فيها المايكنج وبيقف فيها المطرب عشان يغني، مسمينها حلبه المصارعه. فاحنا مطلعين فكره كده ايه اللي هو ايه، يقول لك فلان ده حلباوي، يعني من اللي هو ايه، من اللي بيقفوا في حلبه المصارعه قوي يعني، فاهم؟ هو تامر فايتر. هو من ساعه ما وقف قدام المايك كان تارجت عنده ان هو يوصل للنجوم الكبار، وازاي يقدر ينافس معاهم، وازاي بيقفوا قدام المايك، وازاي بيوصلوا ويغنوا ويوصلوا البرفورمانس دي. يعني واحد داخل، مش الاصول ان هو داخل في البدايات كل التارجت اللي عنده او كل تفكيره بس يا رب اغني الاغنيه صح. هو كانش التارجت بتاعه ان هو كان التارجت بتاعه اغني الاغنيه ديت ازاي، زي مثلا عمرو دياب ما بيغني الاغنيه بتاعته. يعني واحد داخل شاطح بطموحه. فهو دي حاجه بصراحه عند تامر، غير ان هو يعني كوماندوس جوه الشغل بتاعه. يعني ما فيش نوم في شغل، او ما فيش نوم ما فيش شغل. مش ممكن تدور عليه في مره تلاقيه مثلا مش موجود عشان عنده مثلا بلاي ستيشن، عشان عنده ماتش كوره، عشان مش عارف عنده خروجه، عنده عش، لا هو خدام شغله، خدام اسمه. وعشان كده هو تلاقيه البرفورمانس بتاعته طالعه في الزياده في العالي، فاهم؟ بيشجعك ان انت تجتهد معاه. حد محترم، حد فنان شاطر. انت عايز نخش دلوقتي نشتغل في اغنيه شرقي، مساعدك ان هو يخش يغني الاغنيه الشرقي زي ما انت بنفسك مثلا تغنيها. عملنا مثلا مع بعض عناية بتحبك مثلا، فاهم؟ يعني لو رجعت تسمع الغنى بتاع اغنيه عناية بتحبك وتيجي تسمع اغنيه تعيش بشوقك الجديده، هتلاقي ده طريق تاني خالص غير الطريق دوت. كان ممكن جدا مع حد غيره انه يفشل انه يغني ده او يغني دوت، او مثلا اغنيه قرب حبيبي
او مثلا اغنيه يا بنت الايه، فاهم؟ فهو هو فنان كبير، يعني فنان جواه حاجات كتيره، متوفر جواه برفورمانس كتيره بصراحه. يعني مش هينفع المزيكا اللي انت هتعملها لتامر حسني هي اللي انت هتعملها لرامي صبري. هتقولي الاثنين سن واحد، هقول لك اوكي، بس ممكن على رامي صبري ينفع تلجا لالات وينفع تعمل لاين كمان جات جوه الاغنيه، عند تامر حسني ممكن ما تنفعش ترجع للالات ديت او تعمل لاين كمان جات جوه الاغنيه. وعاده انا لما بوزع باخد اللحن من الموزع، بحب اخد طبعا اللحن لازم يكون واخد جايد من الملحن، لازم المغني يجي يحط لي جايد بصوته عشان اعرف اوزع الاغنيه على صوته، عشان احط الالات المناسبه لصوت المطرب ده، عشان اعمل شكل الميوزك اللي لايق على المطرب ده. لو ما عملتش كده هتبقى عادي، يعني هتحس ان الموضوع فيه ماشي عادي، يعني مرصوص عادي، ما فيهوش ابتكار، ما فيهوش ابداع، ما فيهوش كريتيفيتي حاصله فيه، فاهم؟ في مدارس كتيره موجوده في التوزيع الموسيقي زي ما في الشعر وفي التاليف الكلمات وتاليف الميلودي في التلحين. في مدارس موجوده في التوزيع الموسيقي من زمان، وفي مدارس فيها طبعا، وفي مدارس في مصر قويه جدا ولغايه دلوقتي مستمره، ولغايه دلوقتي ممكن يكون الناس بتفكر فيها وبتذاكرها، زي علي اسماعيل، زي اندري رايدر. دي ناس كانت مش طبيعيه طبعا، يعني ميشيل المصري، ميشيل المصري طبعا. طبعا انا بجيب لك اعلام، يعني انا بجيب لك ناس خلقت ويفا جوه المزيكا، يعني كل في ناس تانية كتيرة شاطرة وعملت حاجات حلوة، بس أنا بتكلمك عن الناس اللي عملت ويفا جوه المزيكا، عملت ستايل، خلقت ستايل من لا شيء. وفي أجانب زي مثلا هان زيمر مثلا، ده مستمر طبعا لغاية دلوقتي، يعني ده أغلبية الأفلام اللي أنت بتتفرج عليها هو اللي عاملها، وده حاجة مش طبيعية، يعني حاجة جميلة جدا. انما انا مش هحط نفسي في المدارس ديت خالص. انا عن نفسي كأمير، يعني لو هتكلمني عن حاجه من اللي انا ذكرتهم لك في التوزيع بتاعي، انا بحب ابني شكل الاغنيه الاول في المزيكا، يعني بحب ابني الاول شكل المزيكا واعمل فكره للميوزك، وبعد كده بيجي الملحن يسمع الميوزك ديت ويلحن عليها، وبعد كده نكتب الكلمه. يعني بشتغل بطريقه شويه مختلفه عن المعتاد عشان خاطر احاول اوصل لفكره جديده جوه الاغنيه واخرج بره النمطيه اللي حاصله في الاغنيه. ولسه لقائنا المميز مع امير محروس مستمر، وطبعا زي ما انتم عارفين الفتره دي نزل عدد كبير من الالبومز والاغاني، عشان كده كان لازم نعرف من امير محروس ايه اكتر اغنيه عجبته الفتره الاخيره. عو عو بتاعت محمد دياب، واحد نازل بيقول لك عو عو، تفتكر يعني واحنا اطفال يعني كانوا بيجوا يخوفوك يقول لك حاسب العو هيجي او البعبع جاي عو، فانت فاهم ازاي؟ فانت لما بتشتغل في اغنيه هي فاني طبعا، احنا مش بنتكلم على اغنيه يعني فيها قضايا اجتماعيه ولا فيها قضايا انسانيه ولا كده، احنا بنتكلم على حاجه بس فيها حكمه، يقول لك اللي خاف من العفريت يطلع له، ده مثال طول عمرنا بنسمعه. فهي فعلا وانا شغال فيها انا حسيت الاغنيه دي هتنزل هتكسر الدنيا احساس. اغنيه تانية طبعا اشتغلت فيها زمان وانا شغال فيها كنت عارف انها نازله برضو هتكسر الدنيا، الحمد لله ربنا بيديني اللمسه ديت من عنده، اصل هي موهبه، يعني انا بشيل الموهبه بتاعت ربنا جوايا، انا لا امتلك فيها شيء، فهي بتنمو عشان انا برجعها لصاحب الموهبه. اغنيه تملي معاك مثلا عمرو دياب، انا كنت عارف ان دي هتبقى حاجه يعني مش طبيعيه في حياه عمرو دياب، ولغايه دلوقتي هي البيك بتاع عمرو دياب. عمرو دياب ما تفوقش على اغنيه تملي معاك لغايه دلوقتي، ومش هيتفوق على اغنيه تملي معاك. من ناحيه الابداع اللي حاصل فيها، ابداع الكرو اللي حاصل فيها، لان طبعا اللي اشتغلوا معاه فيها ناس عندهم اكسبيرينس، يعني ناس اذا كان طارق مدكور طبعا الموزع، يعني كنا تيم ورك، عاملين تيم ورك، مش عمل فردي، يعني مش واحد بيفكر لوحده من دماغه. لما المطرب يفكر لوحده من دماغه غير لما يبقى معاه كرو، الكرو دوت عنده اكسبيرينس شاطر كرييتيف، فيقدر يخليله العمل بدل ما هو بيفكر في عمل ينجح
لا احنا هنعمل لك عمل تخش بيه التاريخ الطبيعي بتاع الاغنيه، كلمه لحن توزيع تحط شكل الميوزك تحط الفريم بتاع الميوزك تحط الريتم تحط الهارموني تحط الليزم وكل الكلام ده. بعد كده بتيجي مرحله الريكوردين بقى، ده هنا بيخش بعد رابع للاغنيه. يعني الله يرحمه محمد روجي اشتغلت معاه 5 ألبومات كان من ضمنهم متى اشوفك وطاير يا هوا ويا ليله مجاني الغالي، واشتغلت معاه الراجل ده بجد. يعني هو طبعا الاستاذ كريم محمود، الناس ديت عملوا لي بوش في حياتي في حيث ان انا اتعلمت منهم جوه الميوزك، اتعلمت منهم حاجات عمري ما كنت عارف اتعلمها من حد. الراجل ده كان بيقول لك ان بقى في بعد رابع في المزيكا، انت وجدت لنا البعد الرابع في المزيكا لما كنت بشتغل معاك كنت طفل لسه، وهو طبعا جبل، انت بتشتغل مع طفل بيشتغل مع جبل مش بيشتغل مع جمل، جبل فاهم ازاي. فطبعا لقيت الراجل ده بيقول لي انت وجدت البعد الرابع في الميوزك وهي هندسه الصوت، عمرها ما كان ليها الابتكار دوت او ان انت تضيف بهندسه الصوت بتاعتك او بمعلوماتك او بموهبتك جوه الاغنيه. ف تيجي هندسه الصوت تبتدي من اول مرحله الريكوردينج، ان انت تسجل الانسترومنت اللايف، العازفين، الصلغات، المطرب، الكرال. والمرحله بتاعت الريكوردينج دي لوحدها فيها ابداع، فيها ابداع. ازاي تخلي العازف اللي قدامك ده، اي حد بيقف قدام المايك عازف او مغني بيبقى محتاج قدام منه حد امين عليه، حد يقول له خد بالك انت كده مش كويس، انت كده كويس، الجمله دي حلوه، الجمله دي مش حلوه. زي مثلا الكاميرا مان، مثلا الكاميرا مان ممكن يروح موقفك وانت بتصور يقول لك انت كده اشفط جسمك شويه، شد جسمك شويه، التيشيرت بتاعك مش عارف ازاي، انت بتتهته في الكلام شويه، ممكن تشرب بق ميه، ممكن تنشف عرقك، واخد باله منك، هو المرايه بتاعته. مهندس الصوت هو المرايه للميوزيشن وللمطرب اللي بيغني، ان هو ازاي يطلع منهم احلى حاجه. دي مرحله ريكوردينج. تيجي بعد كده مرحله الميكس، وتيجي بعد كده مرحله الماسترنج. مرحله الميكس ديت نمسك فيها كل اللي حصل ده كله من الريكوردينج، من الميوزك بتاعه الموزع على ريكوردينج اللايف، ونبتدي نعمل بانوراما ما بينهم في الميكس، ابعاد الاصوات من بعضها، بعد صوت كل صوت من التاني. وبعدين انت بيبقى عندك الصوت لغايه دلوقتي احنا بنسمع الميوزك عموما، يعني متعارف عليه ان احنا بنسمع الميوزك من ستيريو سبيكر، واحده ليفت واحده رايت. الاثنين دولك لما بتقعد تبني البانوراما بتاعتك عليهم بتبتدي تشوف انت، بس هي اساسا ثلاثه هم مش اثنين، يعني هو في بعد ثالث انت مش شايفه وهو السنتر المونو. مين اللي بيبقى في السنتر؟ ايه الالات اللي انت بتسمعها تحس ان هي جايه في السنتر بتاع دماغك وانت بتسمع، وايه الالات اللي انت بتسمعها تحس ان هي جايه من حوالين ودانك الشمال واليمين، وتبتدي ايه تنخشك كده اهوت، وتلاقي حاجه بتروح وحاجه بتيجي، في اله بتهدى وفي اله بتعلى. دي البانوراما بتاعه الميكس، الريفيرب اللي بيتحط، الايفكت اللي بيتحط، بعد المطرب من الالات فين، بعد الالات من بعضها فين. دي مرحله الميكس. تيجي بعد كده بقى مرحله الماسترنج. طبعا الحمد لله، يعني بفضل ربنا احنا الاوضه اللي احنا قاعدين فيها ديت دي الوحيده في الميدل ايست وفي افريقيا من نوعها. دي تكنولوجي انا نقلتها من نيويورك على ايد اجانب، حبيت ان انا اعمل التكنولوجي دي عندي نقعد في بلدي، يعني بعد ما ذاكرت عليها شويه، يعني ان احنا نعمل الماسترنج نعمله على هاردوير مش على سوفت وير، لان هو بمنتهى السهوله ان انت تعمل الماسترنج على سوفت وير. بس تأكد 100% انت مش هتسمع الميوزك بتاعتك اللي انت عملتها زي ما هتتعمل على ماسترنج على الهاردوير. الماسترنج ده عبارة عن ان انت بتعمل حاجة بولش، بتعمل بولش للميوزك وللميكس بتاعك. عربية ورشناها بويا وطلعناها من غير ما نلمحها، مش هتشوف اي ابعاد في العربية، مع ان العربيه لو جيت بصيت عليها هتلاقي حته داخله جوه وحته طالعه لبره وحته مش عارف ايه، بس لو ما اتلمعتش هتشوفها كلها حته واحده على بعضها. انما لو مسكتها عملت لها بولش ولمعتها هتشوف ريفليكشن في الحته دي، وهتشوف دايمنشن هنا، وهتشوف حاجه طالعه وحاجه داخله، وهتلاقي الابعاد بتاعتك.
ابتديت كمهندس صوت في 1990 دلوقتي 28 سنة 2018 يبقى 28 مظبوط. كان بفضل والدي يعني دعم من والدي طبعا في الأول، راهن عليا، راهن على الموهبة اللي هو شافها جوايا. فكانت أول تجربة ليا في إنتاجه هو لكارم محمود ألبوم سمرة يا سمرة عالنادي. ده كان توزيع، ده كان ريميكس للأغاني القديمة بتاعت كارم محمود بميوزك بقى الشباب بقى ساعتها، بقى كان يقول لك الموسيقى الشبابية يعني. فاللي كان عامل التوزيع بتاع الألبوم ده كان حسام حسني سنة 90. اشتغلت ده أول ألبوم أتحمله، أتحمل عاتقه يعني، على عاتقه يعني، على عاتقه يعني كمهندس صوت ستاند الون إن أنا أشتغل فيه. طبعا اداني فرصه طبعا كمان برضو استاذي المهندس احمد عزت ربنا يديله الصحه، ان هو اداني الفرصه ان بدل ما اكون معاه مساعد جوه الالبوم او شريك جوه الالبوم معاه، سابني ابتدى معاه الالبوم وسابني، فاتصدرت لوحدي. فاتفاجئت ان انا قدام عملاق كبير اسمه استاذ كارم محمود طبعا. بس يعني كان دوت استاذ كارم من اول الناس اللي اشتغلت معاهم، اشتغلت مع استاذ محمد رشدي، مع محرم فؤاد، اشتغلت مع عفاف راضي، اشتغلت مع شفيق جلال، اشتغلت مع عايده الشعر، اشتغلت مع سعد عبد الوهاب اغنيه ما نزلتش، وعملت اغنيه لفريد لفرش وهو مش موجود، اغنيه من عدم، اغنيه كده جات لي على شريط كاسيت. دي الاغنيه دي اشتريناها من ورث فريد لفرش وعايزين نعمل دي أغنية. كنت أنا ويحيى الموجي اللي عملنا الأغنية دي. أخدت صوت فريد الأطرش وحطيته على سيستم، ساعتها كان السيستم ده ثمنه، الكلام ده كان 2000 وكام؟ كان 99. كان 99. حطيته على سيستم اسمه ساوند سوليوشن. السيستم ده كان ثمنه ساعتها 150,000 جنيه. كان رقم، رقم يخد كمبيوتر بس. كمبيوتر وسوفت وير بس. خدت صوته نزلته وحطيته على الكمبيوتر ده، حوالين منه صوت مروحه، كلاكسات جايه من الشارع، والاستاذ فريد بقى عمال بقى بيلحن بقى في الاغنيه بقى في دوت. فكره نفس اللي حصل في اغنيه من غير ليك بتاع استاذ محمد عبد الوهاب. اشتغلت الحمد لله مع ناس تانيه كتيره جدا من جوه مصر ومن بره مصر في الوطن العربي، مع سميره سعيد، مع رغب علامه، مع نانسي، عمرو دياب، محمد فؤاد، محمد منير، كل الشباب الصغيرين طبعا الحمد لله يعني اغلبتهم طلع على ايدي، اذا كان شيرين ولا اذا كان بقى سلطان ولا اذا كان تامر حسني، محمد دياب، رامي صبري، محمد شاهين الجديد. انا اوريدي عامل اغنيتين مزيكا بتاعتي جوه محمد شاهين الجديد، وحاجات تانية جوه الالبوم ميكس وماسترينج، وموزع له اغنيتين. طبعا محمد من الناس الجميلة جدا جدا جدا. ابتديت يعني سنة كده شغال في فكرة الميوزك برودكشن، ان انا ابقى بطلع فكرة الاغنية كلها من الـ A to Z مسؤوليتي. يعني بيجي الفنان نقعد مع بعض شوف ايه اللي نفسه فيه وطموحاته في انه يوصل لأغنية، يعمل بيها ايه، يحقق بيها ايه، لان الأغنية بتختلف. انت ممكن تاخد أغنية عشان خاطر مسلسل، ممكن تكون بتاخد الأغنية عشان خاطر فيلم، ممكن تكون بتاخد الأغنية عشان خاطر تنزل تشتغل بيها لايف أفراح وأعياد ميلاد وحفلات وحاجات كده. هو هتختلف من هنا لهنا، ممكن يبقى في سبوت زياده، ممكن الاغنيه دي تبقى هايله جدا للحفلات بس ما ينفعش تنزل بيها افراح، لان الحفله تستحمل انك تغني فيها اغنيه درام، تستحمل انك تغني فيها اغنيه تبكي كل الجمهور اللي قدامك ده، بس ما ينفعش تخش باغنيه دراما تغنيها جوه فرح، ايه اللي هيطردوك من الفرح انت والفرقه بتاعتك؟ فبتبقى هي فكرة تصنيع الأغنية. في جايزة محترمة هنا في مصر الحمد لله أخدتها مرتين، آخر مرة كانت 2016 اللي هي جايزة ماما، ودي كانت حاجة أنا كنت فخور بيها. وكان في جايزة تانية برضو، هي مش يعني دي مش الجايزة بس ده إهداء طبعا، دي كانت أسطوانة كايرو ستيتس، فرقة مصرية، فرقة ليدر بتاعها واحد مصري اسمه باسم درويش،
عايش في المانيا طبعا، صديق شخصي واخ ليا، هو عازف في عود ومعاه ماتياس فراي. ماتياس فراي ده بيانيست شاطر جدا الماني، وكان في بقيه الفريق تاني الماني، وعملنا دي كانت الالبوم الثالث على فكره، واحنا عاملين في البومين تاني قبل دوت، بس ده الثالث، وده اخذ جائزه اخيرا في المانيا اللي هي جيرماني جاز اوورد، واستلمت الجائزه حبيبتنا طبعا يعني دكتوره ايناس عبداي اللي هي وزاره الثقافه، عزفت معانا جوه الالبوم. احنا اشتغلنا مع بعض زمان جدا، فاكرك يا ناسيني، من ساعه فاكرك يا ناسيني محمد فؤاد، انا والدكتوره ايناس اشتغلنا مع بعض كتير جدا فلوت، طبعا عزفت معانا وفي عاشق السكس سمير سرور مثلا، وفي حاجات محمد منير محمد فؤاد كل دوت اشتغلت معانا فيه، عزفت اشتغلنا مع بعض يعني شاركنا مع بعض فيه. هي عزفت معانا جوه الالبوم دوت اللي هو فلاين كاربت دوت، دول فرقتين المان، بس الليدر بتاع كايرو ستيبس ده مصري، والحمد لله دي كانت تاني مره ناخد جايزه. احنا برضو اخدنا في 2017 او كانت 2016 برضو اخدنا جايزه بتاعت الجيرمن جاز اوورد، دي بتاخدها لما الالبوم بتاعك بيتعدى ال 10,000 نسخه مبيعات. طبعا في يوروب عشان الالبوم بتاعك يتعدى ال 10,000 نسخه مبيعات ده يبقى رقم مش سهل على فكره، وانت بتتكلم على ميوزك، على لونج ميوزك، يعني مش بتتكلم على بوب ميوزك او بتتكلم او مفيش اغاني، انت فاهم ازاي؟ والالبوم ده كان باشتراك مع كايرو ستيبس وفرقه تانيه اسمها كوادرو نيفو. على فكره الالبوم ده حصل فيه نفس الافيه بتاع تامر ورامي، الالبوم ده اتماستر في برلين، انا مكسشته، انا اشتغلت في الالبوم ده ميكس وبعض حاجات ريكوردينج وخلصت الالبوم كله بتكمل ميكس، بعد ما خلصته اصروا ان هم يعملوا له ماستر في برلين، ودي من يعني دي الحاله الوحيده اللي في حياتي اللي انا وافقت ان انا امكسج وغيري هو اللي يعمل لي الماسترنج، لان دي بتبقى مسؤوليه صوتي، انا عايز صوتي يخرج كده. فوافقت وراحوا عملوا الميكس بتاعهم الماسترنج بتاعهم في برلين، رجعوا عادوا الماسترنج بتاعهم، ده كان مكتوب في العقد ان فرقه كوادرو نيفو بتشرط على كايرو ستيبس ان هم اللي مسؤولين عن الفينشنج بتاع الالبوم من حيث الماسترنج، وعملوا ماسترنج في برلين ورجعوا هم اللي طلبوا إعادة الماستر لأن ما انبسطوش من الكواليتي اللي خرجت من الماسترنج. 90% من صوت الألبوم ده أكوستيك، آلات لايف، 90% في منهم 60% شرقي، كمانجات عود إيقاعات شرقي ناي قانون مليان اكورديون، معانا برضو ناس بتقول ابتهالات دينيه فوق الميوزك، يعني عاملين ميكس كده جميل كده. لما اتماستر في برلين الراجل اللي عمل الماسترنج راجل محترم وراجل محترف في كل حاجه، بس ما قدرش يعني ما قدرش ازاي يعمل الداينامكس بتاعه الميوزك دي صح، في تركايه ليها. هو طول عمره متعود ان هو يعمل ماسترنج للميوزك الروك ودرامز وديب ديب ديب وترزيعه، انت فاهم ازاي؟ غير لما تيجي تديله اغنيه مثلا فيها كونتر باس شرقي وشيلو وكمانجا وعود والطبلة او رق وراجل بيقول مثلا ابتهال ديني فوق دول وتقول له ماستر لي ده، هيمسكهم طبعا هيصب غضبه عليهم فيروح متعافى عليهم، فهتسمع هتزعل بعد كده هيزعل، وده اللي حصل. يعني انا وافقتهم بصراحه بس هم رجعوا بعد كده، هو رجعنا الحمد لله، يعني رجعنا عيدنا برضو الماستر هنا في مصر، يعني انا فخور بدوت صراحه، بشكر ربنا على كده، مبسوط وسعيد ببرنامج بلقائي مع برنامج عين وشرفتوني، واتمنى ان احنا نقدر نسعد الجمهور باللي بنقدمه، واتمنى يا رب ان الناس كل مادة اللي انا بقدمه سواء في هندسه الصوت او في الميوزك في التوزيع او في صناعه الاغنيه
اقدر اخلي الناس تلمسه، لان ده بيبقى خارج من جوه القلب، فاللي بيخرج من جوه القلب انت بتتمنى انه يوصل لقلب الناس اللي قدامك. ودلوقتي هنطلع